ليه البلانر مهم؟ عشان في البلانر انت هتسجل مواعيدك، افكارك، الايفنتات المفروض تحضرها، المهام اللي عليك، ومش هتقلق انك ممكن تنساها، وده هيخفف الضغط العصبي اللي عليك. فمهم جدا ان الواحد ينظم افكاره وحياته، وعشان كده كل سنة بشارك معاكم بلانر العام الجديد، لاني كل سنة بختار بلانر مختلف، مش عشان حاجة، انا فقط احب التغيير. اخترت شعاري للسنة دي وهو البساطة، ففكرت في بلانر يكون بسيط، وعشان كده فكرت في البوليت جورنالينج. فايه هو البوليت جورنالينج؟ ازاي ممكن الواحد يستعمله عشان ينظم افكاره وحياته؟ ايه الادوات اللي الواحد محتاجها مع البوليت جورنالينج؟ وكمان ايه اللي حصل في بلانر السنة دي واللي كان ترافل جورنال؟ كل ده في هذا الفيديو. أنا تريزا خليل، كاتبة ومخرجة أفلام تسجيلية، ومهتمة إن أعيش بشكل صحي وواعي، والتنظيم أكيد جزء مهم من حياة واعية. دي مش أول مرة أستعمل فيها البوليت جورنالينج، أنا استعملته قبل كده، وهسيب لكم الفيديوهات في صندوق الوصف. أي فيديو هيتم ذكره في هذا الفيديو هحطه في صندوق الوصف. فاستعملت البوليت جورنال قبل كده، لكن السنة دي لأن الشعار هو البساطة، فأنا حبيت أن أنا أستعمل البوليت جورنالينج ببساطة. المرة اللي فاتت عملت النوت بوك الخاصة بالبوليت جورنالينج، ورقة ورقة، قطعة قطعة، لكن السنة دي قررت أن أنا أبسط الموضوع وأستعمل نوت بوك. دي نوت بوك قديمة عندي، كنت مستعملة كم صفحة فيها ونسيتها، فقلت ببساطة بدل ما ارميها أقطع أول كم صفحة وأخصصها كبلانر للسنة الجديدة. لكن خلينا أقول لكم يعني إيه بوليت جورنالينج. البوليت جورنالينج هو طريقة للتنظيم الشخصي ابتكرها مصمم اسمه رايدر كارول، والطريقة دي عبارة عن جداول، قوائم للمهام، مساحة للعصف الذهني، وحاجات تانية كتيرة جدا خاصة بالتنظيم، كل ده في نوت بوك واحدة. مبتكر البوليت جورنال عنده نوت بوك خاصة بموضوع البوليت جورنالينج، عبارة عن صفحات منقطة هو بيبيعها، لكن هو نفسه بيقول انه مش مهم النوت بوك شكلها ايه، المهم انت هتكتب فيها ايه. فبعد ما عرفنا ايه هو البوليت جورنالينج، خلينا نعرف هنحتاج له ايه. اول حاجة وابسط حاجة هي النوت بوك، ممكن تكون أي شكل، أي تصميم، مسطرة، مخططة، منقطة، سادة، مش مهم. أنا اخترت النوت بوك دي، هي عندي بقالها 10 سنين، وزي ما قلت ببساطة شديدة شلت الصفحات اللي أنا كنت كاتبة فيها وهستعملها للسنة الجديدة. الحاجات اللي أنا شايفة أنها مهمة تتوفر في النوت بوك أنها تكون بتتفتح للآخر وبتقعد كده على الترابيزة، يعني مش كل ما افتحها تقفل، ويكون فيها فواصل للصفحات اكتر من فاصل. انا عندي فاصلين، فممكن ان انا اعلم على صفحتين. هنحتاج كمان قلم، يكون قلم كده جميل بيجري على الورقة مش بيقطع، عشان يشجع على الكتابة. النوت بوك والقلم كافيين جدا، لكن ممكن طبعا حاجات اضافية، مسطرة لو حبينا ننظم شكل الصفحات، شرايط لاصقة، واشي تيبس، ستيكرز، ستنسلز، ألوان. ايه بقى فكرة البوليت جورنال وازاي اسجل فيه كل افكاري ومهامي وايفنتاتي واشيائي؟ اول خطوة في البوليت جورنال هي ان انا اخصص عدد من الصفحات تحت عنوان اندكس او فهرس. الجميل في البوليت جورنال ان انت ممكن تعمل فيه صفحات عن اي حاجة انت عايزها. على سبيل المثال هوريكم النوت بوك بتاعي وايه اللي انا عملته فيه لحد دلوقتي.
ممكن أعمل صفحة لأهداف العام الجديد. صفحة لشهور السنة لو عايزة أشوف جدول في كل الشهور عشان أسجل فيها الإيفنتس أو المواعيد اللي أنا مش عايزة أنساها. صفحة لأهداف شهر يناير، الأهداف الشخصية وأهداف العمل. صفحة للأسبوع الأول من شهر يناير، إيه المهام اللي هتكون فيه؟ صفحة للسبلمنتس أو المكملات الغذائية، ومحاولة لأن أنا أتابعها بتراكر أشوف إيه السبلمنت اللي أنا باخده إمتى. تراكر للسبلمنت لمدة شهر. ممكن صفحة لأفكار الوجبات عشان لما الوقت يعدي وأسأل نفسي هو أنا هاكل إيه النهاردة، ممكن أرجع للصفحة دي. صفحة للحاجات اللي أنا بفكر أشتريها، حاسة أن أنا محتاجاها لكن لسه ما قررتش، أو لسه ببحث، أو جايز بستعملها للتسوق التخيلي اللي أنا اتكلمت عنه في فيديو قبل كده. صفحة الأفكار قناة فكيرة أو قناة يونيك تي في. طبعا أنا عندي لكل قناة نوتبوك خاصة بيها، لكن أحيانا تخطر في ذهني فكرة وأحب أن أنا أسجلها بسرعة، فدي الصفحة الخاصة بكده. صفحة لتسجيل المواقع المهمة اللي أنا أحب أن أنا أزورها وأرجع لها وما انساهاش. صفحة للمشاريع أو أفكار المشاريع اللي عايزة أشتغل عليها. وطبعا في أفكار تانية كتيرة جدا للصفحات، وأنا أكيد خلال السنة هعمل صفحات أكتر بحسب احتياجي خلال السنة. بعد ما بنعمل بعض الصفحات زي كده بندي كل صفحة رقم، وبنرجع نسجل الرقم ده في الفهرس بحيث ان انا لو حبيت ارجع لصفحة الافكار الوجبات مثلا اروح على الفهرس اشوف صفحة كام واروح له مباشرة من غير ما اقعد ادور بقى في البلانر. الجزء الهام جدا بقى في البوليت جورنالينج هو التعامل مع المهام اليومية. فلو رجعنا لصفحة الاسبوع الاول من شهر يناير واللي أنا كل يوم هكتب فيها المهام اللي عندي والإيفنتات والمواعيد، فالبوليت جورنال لطريقة استخدام بسيطة جدا وهي استخدام رموز. فالنقطة معناها مهمة، أنا عندي مهمة ما، مثلا عايز أعمل شوربة النهاردة. الشرطة معناها ملحوظة أو نوت، فالملحوظة هي أن الشوربة تكون جلوتين فري. والدايرة المفرغة معناها إيفنت أو حدث، مثلا عيد ميلاد واحدة صاحبتي. لو المهمة تم إنجازها بنجاح بعمل عليها كروس، لكن لو اتأجلت بحول النقطة لسهم. ولو المهمة مهمة جدا فبعمل لها نجمة عشان أقول إن دي حاجة ليها أولوية. طبعا في رموز تانية ولكن ده البوليت جورنالينج ببساطة. وبس كده، طول السنة هعمل صفحة جديدة فيها فكرة تنظيمية ما، أو صفحة خاصة بالأسابيع وبالأيام بتاعت الأسابيع والمهام والمواعيد اللي فيها. طبعا ممكن أخصص صفحة للجزء الخاص بمشاعري وأحاسيسي أو الجورنالينج، إن أنا أحب جدا إن أنا أكتب أنا يومي كان عامل إزاي، طب أنا حاسة بإيه، طب إيه اللي بفكر فيه دلوقتي.
لكن الحاجات دي أنا هخصص لها نوت بوك تانية لأن أنا بكتب كتير جدا. فده بلانر العام الجديد ببساطة باللي أنا أعتقد إن أنا هستمتع بعمل كل صفحة فيه. الجانب الإبداعي هو اختياري، فأنا هشوف كل يوم بحسب المود بتاعي، هل أنا عايزة أزين البلانر ولا أنا مش في المود دلوقتي وعايزة أكتب بس المهام. فما فيش إلزام، ما فيش ضغط عصبي، كل شيء منظم ببساطة، ولكن كمان في مجال الإبداع لو أنا في المود. نيجي بقى للسؤال الهام، حصل إيه في بلانر السنة دي؟ بلانر السنة دي كان ترافل جورنال، يعني كان حجمه صغير، ممكن ان انا اخده معايا في اي مكان، وطبعا في فيديو عنه من السنة اللي فاتت. وعجبتني جدا فكرة تقسيم السنة لمواسم، فصل الصيف، الشتاء، الخريف، الربيع، وان انا احدد اهداف لكل فصل. واستمتعت بالتجهيز للفصل وتزيين الصفحة، وفعلا ده خلاني احس انه ان كل فصل كأنه سنة جديدة، يعني كنت ببقى متحمسة للفصل الجديد كأني ببتدي سنة جديدة. فأعتقد تقسيم البلانر لفصول كانت فكرة جميلة جدا. وكمان كنت بشارك في كل فصل ايه الحاجات اللي استوقفتني، لو في حكمة ما، موقع ما، أو ملحوظة ما، وصفة ما، كنت بحطهم بحسب الفصول. حبيت الجيوب اللي أنا عملتها لأني كنت حاطة فيها الباسوردز أو كلمة السر اللي عندي على الإنترنت. أنا عندي طبعا كل موقع ليه الباسورد بتاعته، فالموضوع كبير جدا، فكان عملي أن يكون معايا في البلانر الباسوردز في الجيب ده. وكمان كنت حاطة قائمة بالأفلام اللي أنا بشوفها، وستيكرز طبعا عشان لما أحب أن أنا أزين البلانر. كمان البلانر الصغير الخاص بالمهام اليومية كان جميل جدا وسهل في الاستعمال، كنت يعني أحيانا أكتب فيه أحيانا ما أكتبش، ولكن كان بيأدي الغرض وكان بسيط. بعمل قائمة بالحاجات اللي عندي، ولما أعملها بشطب عليها أو بنقلها ليوم جاي لو أنا ما خلصتهاش. المشكلة اللي واجهتني هي النوت بوك اللي أنا كنت حطاها في الترافل جورنال الخاصة بأن أنا أشارك يومياتي اللي حصل في يومي، أحاسيسي ومشاعري. النوت بوك مكفتش، فكان المفروض أن أنا أجيب مثلا 3-4 نوت بوك خاصين بكده، لكن كنا بقى في وسط السنة وكان وقت الكورونا كمان، فما قدرتش أن أنا أطلب نوت بوكس تانية. لكن هقول لكم عملت ايه. عموما لو رجع بيا الزمن وعمل الترافل جورنال تاني، هبقى احط او اشتري كذا نوت بوك او نوت بوك اكبر للجزء الخاص بالاحاسيس والمشاعر والافكار. اخر حاجة بقى هي التقليد السنوي لحفظ احداث حياتي في شكل سكراب بوكينج. واللي مش عارف ايه هو السكراب بوكينج، انا كنت عملت فيديو عنه قبل كده وهسيبه لكم برضو في صندوق الوصف. ولكن باختصار أنا بحب أن أنا أحتفظ بأحداث حياتي في شكل صور، وكمان بعض الذكريات، أشياء مثلا من مكان زرته أو من حدث روحته، وأوثق كل ده لكل سنة. فالسنة دي أنا فكرت أن أنا أستعمل الجانك جورنال. والجانك جورنال، كلمة جانك معناها زي زبالة أو حاجة تراش، يعني حاجة مش مستعملة أو حاجة المفروض تترمي. وفكرته هي أن أنت بتاخد حاجات بواقي وفضل وبتعمل منها الجانك جورنال، ولكن بشكل فني. أنا طبعا لسه بادية في الموضوع، فمش فخورة على الإطلاق بالجانك جورنال بتاعي، لكن بدأت أن أنا أخصص الصفحات وأكتب أهم حاجات حصلت في الشهر ده، لأنه جانك جورنال قسمته لشهور السنة. ولكن مرة تانية بسبب الكورونا ما قدرتش ان انا اطبع الصور، فعشان كده هتلاقوا ان هو مفهوش صور السنة دي. ورحت مؤخرا عشان اطبع في المحل اللي انا بطبع فيه عادة، لقيت ان هو قفل، فانا عندي صور سنة كاملة المفروض تطبع. وهنا بقى هقول لكم على حل مشكلتي لما الترافل جورنال ما كفاش ان انا اشارك يومياتي، ف
فأنا بقيت أكتب بقى أهم أحداث حصلت في السكراب بوك اللي هو الجانك جورنال ده. أما السنة الجديدة فأنا عاملة لها بقى حاجة خاصة جدا، لسه شغالة عليها، عبارة عن مجموعة من الأظرف هحاول إن أنا فيها أسجل أحداث السنة بالصور، وطبعا يعني بعض الملحوظات كده عن أهم الحاجات اللي حصلت، ولكن لسه شغالة عليه و work in progress. وهذا هو كل شيء، ده فكرتي في التخطيط للسنة الجديدة وللبلانر. شعاري هو البساطة، يا ترى انتوا شعاركوا ايه للسنة الجديدة؟ يا ريت تكتبولي في الكومنت. احب برضو اشوف البلانرات بتاعتكو، فلو جبتوا بلانر او عملتوا بلانر يا ريت تعملولي تاج على انستجرام او تشاركوه على الفيسبوك. لو لسه ما قفلتوش الفيديو فانا احب اشارك معاكم فكرة النوت بوك دي. هي نوت بوك انا عاملاها ورقة ورقة، اخترت ورق كان عاجبني شكله او ورق كان ممكن يترمي، وحطيت الورق كله فوق بعضه، قصيته بنفس المقاس وجيت من الجنب ولزقته بالغير الابيض وحطيته بين كتابين لحد ما ينشف، وبعد كده عملت له كافر وبقى عندي النوت بوك الكيوت دي اللي فيها ورق انا حباه جدا وحابه شكله، وعملت طبعا بعض الاضافات الفنيه. فأتمنى الفكرة تكون ملهمة، وجايز تحبوا ان انتوا تعملوا البوليت جورنال بتاعكم بنفسكم، فيبقى دي فكرة لطيفة.